الأستاذة أميمة عبد الرؤوف الشاعرة المفترية حنان محمد الحسين. انت جبت الكلام ده منين؟ هو عنده خارجين. قصيدة وعنوان لا تعجبوا. لا تعجبوا هذا النقاب بذاتي، أنا صغت من نور الإله حياتي. هذه أنا بنت الصعيد ولم يزل قلبي يعانق بالسماء ثباتي. لا تسألوا إن السؤال بحالتي، كالنار تحرق دفتري ولواتي. قولوا أيا أختاه بورك سعيها، شق الدروب القهر بالآهات. إني سلكت العمر معلش عفوا قولوا أيا أختاه بورك سعيها، شق الدروب القهر بالآهات. إني سلكت العمر يرهقني العنا، ومشيت لم أسقط من العثرات. طفت الهموم وكل أنواع الضنا، وقهرت آلامي بصبر نواتي. وحدي قهرت العوز رغم تحيري، لم أشك إلا للسماء أزماتي. أحيا بعز الله أأكل لقمتي. عفوا يا جماعة على القصيدة راحت مني وأنا مش عارفة أجيبها. قولنا غيرها. ممكن أقول لكم حاجة تانية. بس الفضل خلي بالك. ولا حاجة حفظها. خلاص أقول حاجة عامية. هقول حاجة عامية. للدرجات أنا وأنت عليك. للدرجات دي خانتني عينيك. للدرجات دي في طبعك قاسي. للدرجات دي لحبك ناسي. قولي طب اعمل ايه يرضيك؟ سبت الدنيا في يوم علشانك، ولا يوم قلبي الطيب خانك، واستكترت علي حنانك اللي بحسه في لمس ايديك. قولي طب اعمل ايه يرضيك؟ شكرا. شكرا الشاعرة حنان محمد الحسيني.